أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وثق فريق منسقو استجابة سوريا نزوح أكثر من 6000 مدني من منطقة ريف إدلب الجنوبي بسبب القصف المتواصل من قبل قوات الأسد وروسيا. وقال الفريق إنه وثق مقتل 10 مدنيين وإصابة أكثر من 30 آخرين منذ بداية التصعيد العسكري مطلع آب الحالي. وأضاف الفريق إنه تم استهداف أكثر من 22 منشأة خدمية وطبية في شمال غرب سوريا خلال فترة التصعيد. استهدفت قسد أمس الأربعاء مسجداً في منطقة منبج بريف حلب الشرقي في وقت تواصل قسد من قصفها للمنطقة، وتداول ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر تعرض مسجد عمر بن الخطاب في قرية الأولشلي على محور منبج شرق حلب لقصف مدفعي من قسد. هذا واستهدفت قسد خلال الأيام الماضية عدداً من القرى والبلدات شرق حلب. خرج المئات صباح الخميس في مظاهرة وسط ساحة الكرامة في مدينة السويداء للمطالبة بإسقاط سلطة الأسد. وبحسب مراسل حلب اليوم فإن الحراك الشعبي في السويداء متواصل للأسبوع الثالث على التوالي، مع تأكيد الأهالي على أن حراكهم ضد سلطة الأسد حتى إسقاطها. أفاد مراسل حلب اليوم في دمشق بأنه وصلت شاحنات عسكرية محملة بالأسلحة لدعم حزب الله اللبناني في مناطق سرغايا بريف دمشق بالقرب من الشريط الحدودي مع لبنان. وقال مراسلنا إن الشاحنات وصلت من الأراضي اللبنانية عن طريق أحد المعابر الخاصة بحزب الله في الجهة المقابلة لبلدة معربون اللبنانية، والذي يستخدمه في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والمحروقات. أعلنت الاستخبارات التركية تحييد قيادية في تنظيم يبيغي في بلدة رميلان بريف الحسكة شمال شرق سوريا. وبحسب وسائل إعلام تركية فإن الاستخبارات التركية حيدت المسؤولة المالية في التنظيم زليفة بنبير والملقبة باسم روجنا، وهي المسؤولة عن تحويل الأموال في مناطق شمال شرق سوريا. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.